بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في صفحة كلية السلامة للعلوم والتكنولوجيا، مصدر الثقة والمعرفة، برنامج الهندسة المدنية. سيكون حديثنا إن شاء الله عن مادة تكنولوجيا الخرسانة، ونبدأ بأول محاضرة في مادة تكنولوجيا الخرسانة، وستكون عن المكونات الأساسية للخرسانة. وقبل أن نتطرق للمواد الأساسية للخرسانة، يجب أن نعرف ماذا نعني بالخرسانة من حيث اللغة والمعرفة. فالخرسانة هي عبارة عن خليط غير متجانس من الركام والأسمنت والماء، ويمكن إضافة بعض المواد الأخرى والتي سنطلق عليها لفظ الإضافات عندما نحتاج إلى خواص أخرى غير متوفرة في الخرسانة الاحتيادية، مثل الحصول على خاصية التلوين للخرسانة، أو زيادة المقاومة، أو زيادة قابلية التشغيل. ويتم اختيار نسب هذه المواد في الخلطة الخرسانية حسب نوع العمل المطلوب، فنسب العنصر الإنشائي للأساس يختلف في نسبه عن الأعمدة، ويختلف في نسبه عن الأسقف، فنوعية العمل هي تكون مؤشر أساسي لتحديد نسب هذه المواد، بالإضافة إلى المواد المتوفرة. وبخلط هذه المواد مع بعضها البعض يتم الحصول على الخرسانة التي تبدأ بالتصلب تدريجيا مع الوقت. فالخرسانة التي تكون في الأعمار المبكرة، أي في عمر يوم أو يومين أو أسبوع، تختلف في صلابتها وفي قوتها عن التي مضى على صبها 28 يوما فأكثر، وتتفاوت كذلك قوة هذه الخرسانة حسب طريقة الدم. فالدمك كلما كان بصورة جيدة، كلما تحصلنا على مقاومة عالية، ونوعية المعالجة الجيدة كذلك تلعب دورا هاما في زيادة صلابة وقوة الخرسانة. نبدأ بالمكونات الأساسية للخلطة الخرسانية، ونبدأ في اعتقادي بأهم مكون من هذه المكونات، ألا وهو الأسمنت. ماذا نعني بالأسمنت؟ الأسمنت هو تلك المادة الناعمة الداكنة والتي تمتلك خواص تلاصقية وتماسكية، لكن لا تستطيع أن تكون ذات خواص تلاصقية وتماسكية
إلا في وجود الماء الذي يجعلها بعد إضافته قادرة على ربط مكونات الخرسانة مع بعضها البعض، وبالتالي تكون قادرة على التماسك مع حديد التسليح وتكوين الخرسانة المسلح. ويتكون الأسمنت في العادة من ثلاثة مواد خام أساسية، ألا وهي كربونات الكالسيوم والذي نتحصل عليه من الحجر الكلسي، والسيليكا وهي تكون في العادة موجودة في الطين والرمل، والألومنيا والتي تكون في شكل أكاسيد. الآن نتحدث عن أنواع الأسمنت، وسيكون حديثنا عن الأسمنت البورتلاندي. ونلاحظ أن الأسماء التي أخذت أو سميت بها أنواع الأسمنت البورتلاندي تأخذ اسمها في العادة من القرض من استخدام هذا النوع من أنواع الأسمنت. ومن أهم هذه الأنواع نذكر على سبيل المثال للحصر الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي سريع التصلب والأسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة وكذلك الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات. هنالك أنواع من الأسمنت غير البورتلاندي نذكر منها على سبيل المثال الأسمنت الألوميني وهو نوع يستخدم في حالات خاصة من الخرسانة. نبدأ أيضا بالمكونات الرئيسية للأسمنت البورتلاندي، وأول مكون من هذه المكونات هو سيليكات الكالسيوم الثلاثية، وتبلغ نسبته في العادة من 45 إلى 55%. وهذه السيليكات الثلاثية للكالسيوم هي المسؤولة عن إعطاء الخرسانة المقاومة المبكر. النوع الثاني من المكونات هو سيليكات الكالسيوم الثنائية، وتبلغ نسبتها في العادة من 15 إلى 25%. وهذه السيليكات هي المسؤولة عن إعطاء الخرسانة المقاومة المتأخرة، كما تعمل على الالتئام الذاتي للخرسانة. كيف ذلك؟ بأنها تقوم بإغلاق الشقوق الشعرية عند صب الخرسانة. نلاحظ أن هنالك تشققات شعرية، وبمرور الزمن نلاحظ أن هذه التشققات تغلق بواسطة سيليكات الكالسيوم الثنائية، كما أنها العنصر الأساسي في إكساب الخرسانة قوة الشد. المكون الثالث هو ألومنيات الكالسيوم الثلاثية، وتتراوح نسبته من 12 إلى 15%، وهي تتفاعل بسرعة كبيرة عند خلطها بالماء، كما أنها تطلق حرارة عالية، لذلك يفضل أن تكون نسبتها قليلة في الأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت المنخفض الحرارة، حيث تستخدم هذه الأنواع في أغراض تحتاج إلى حرارة قليلة أو منخفضة بقدر ما. أما عن تأثير
تأثيره على القوة النهائية، فنلاحظ أن تأثيره في زيادة المقاومة يكون ضئيلا للغاية. المكون الرئيسي الرابع هو ألومنيات حديد الكالسيوم الرباعي، وتتراوح نسبته من 7 إلى 12%، ويختص هذا المركب باختزال الحرارة النوعية حرارة الكلينيكال، وبالتالي فإنه يعمل كمادة مساعدة أثناء عملية صناعة الخرسانة، أي يساعد أو يقلل من الكمية التي نحتاجها في عملية الصح أو التحول إلى كلينيكال. ومن هنا يتضح أن المكونات الأساسية المسؤولة عن إكساب المقاومة هما ثاني سيليكات الكالسيوم وثالث سيليكات الكالسيوم، فكل منهما يعمل على إكساب الخرسانة مقاومة، إما أن تكون مقاومة مبكرة أو أن تكون مقاومة متأخرة كما سبق ذكرها. هذه هي المكونات الأساسية للخرسانة. هنالك مكونات ثانوية للخرسانة يمكن أن نشملها على أكاسيد البوتاسيوم وأكاسيد الصوديوم وأكاسيد المغنيسيوم، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكبريت. وكونها مركبات ثانوية لا تعني أنها ليست ذات أهمية كما سنذكر سابقا لاحقا في محاضراتنا. أما كونها ثانوية بأن نسبتها بأنها تشكل نسبة قليلة من وزن الأسمنت. الآن هنتحدث عن خصائص الأسمنت، وأول خاصية من هذه الخصائص هي إماهة الأسمنت. ونعني بإماهة الأسمنت هي عملية تحويل الأسمنت إلى مادة مادة لاهمة، لكن لا يتم تحويله إلى مادة لاهمة إلا في وجود الماء، أي أن إماهة الأسمنت نقصد بها بالعادة التفاعل ما بين الماء والأسمنت. ويمكن أن نقيس هذه الإماهة إما بقياس الحرارة الناتجة من هذا التفاعل، أو عن طريق قياس كمية الماء المتحدة كيميائية. الخاصية الثانية أو الثانية من هذه الخواص نجدها في أكثر من مرجع تسمى بعملية الشك للأسمنت، وقد أطلقت عليها هنا كلمة التجمد لأنها أفضل في التعبير من الشك. ونعني بهذا المصطلح هو الزمن اللازم لتحول العجينة من الحالة الرخوة إلى الحالة الصلبة، وهذا التحول يصحبه تغير في درجات الحرارة للعجينة الأسمنتي، وبناء على هذا التغير يمكن تقسيم التجمد إلى قسمين: التجمد الابتدائي والتجمد النهائي. ويكون التجمد الابتدائي عند الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، أما التجمد النهائي فيكون عند أقصى ارتفاع في درجات
الحرارة للعجينة الأسمنتية، وهذين الجزئين من التجمد ذو أهمية كبيرة كما سيتم دراستها لاحقا في الجزء القادم من الخرسانة الطازجة إن شاء الله. أما المكون، أما الخاصية أساسا من هذه الخواص هي خاصية النعومة، وتكون في مراحل تصنيع الأسمنت، وتتوقف على هذه النعومة عملية الإماهة أو درجة إماهة الأسمنت، حيث أن الأسمنت الناعم يكون أسرع في التسلط والحصول على المقاومة المبكرة بخلاف الأسمنت الخشن. كما أن النعومة تقلل من ظاهرة النسف أو النطح أو البليدي، ولكن من عيوب النعومة أنها كلما زادت النعومة يكون هنالك شروخ دقيقة في الخرسانة تنتج من هذه النعومة للأسمنت. الخاصية الرابعة الثبات الهجمي، ويقصد به أن عجينة الأسمنت لا يحدث لها زيادة كبيرة في التغير الهجمي بعد حدوث الشك. أي زيادة حجمية قبل عملية الشك تكون متقبلة للمهندس المدني ويمكن تداركها، لكن عند الزيادة الحجمية للخرسانة بعد تسلطها فهذا يحدث تشققات في الكتلة الخرسانية، مما يسبب في انهيار الكتلة الخرسانية كاملة، وله عدة أسباب سنتناولها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. الخاصية الخامسة الجهد الميكانيكي، لتفسير حصول عجينة الأسمنت على المقاومة المطلوبة هنالك نظريات نأخذ منها هذه النظرية، فحصول الجهد الميكانيكي للعجينة الأسمنتية قال يحدث عند ترسيب الهيدرات من المحلول الفوق مشبع للأسمنت الناتج عن إضافة المياه للأسمنت على صورة بلورات مستطيلة تتشابك مع بعضها البعض ولها درجة عالية للالتحام والتماسك، وينقسم اكتساب العجينة إلى المقاومة إلى قسمين: اكتساب مقاومة للضغط المباشر واكتساب مقاومة للشد المباشر. والآن سنتحدث عن صناعة الأسمنت. تعتبر صناعة الأسمنت من أهم الصناعات التي قام عليها العمران في العالم، ونظرا لعدم توافر مواد طبيعية مشابهة للأسمنت كان لا بد من تصنيع هذا الأسمنت أو تركيبه أو تصنيعه صناعيا، ويصنع الأسمنت بحرق خليط محدد أي ذو نسب محددة من
الحجر الجيري ومعادن طينية ونسب محسوبة من الرمال وأكاسيد الحديد إلى آخره، يتم حرقها وطحنها لإنتاج الأسمنت. وعادة يتكون خليط خام الأسمنت من 75% من كربونات الكالسيوم و 21% من ثاني أكسيد السيليكون و 4% من أكسيد الألومنيوم و 5% من أكسيد الحديد. ويتم صناعة الأسمنت بإحدى الطريقتين التالية. الطريقة الأولى وتسمى بالطريقة الرطبة، أما الطريقة الثانية فتسمى بالطريقة الجافة. ولزيادة الإيضاح في هذه الطريقة نشاهد معا هذا الفيديو المسجل فتابعوه معنا. بناؤون لصف القرميد والحجارة. يستخرج الإسمنت من الأرض وهو مادة تستخدم في تعبيد الطين. طيب الآن بنلاحظ عملية تصنيع الأسمنت، والآن نلاحظ كيفية نزع الحجر الكلسي من الجبال ونبذه على نافلات إلى المصانع من كربونات الكالسيوم. يستخدم المصنع نوعي الصخور. تغير الكميات لصنع أنواع مختلفة من الإسمنت. يحفر العمال ثقوبا في الحائط الصخري ويزرعون فيها متجهزات الآن عملية حفاظا على سلامتهم، فإنهم يقفون في المنطقة التي سيفجرونها ويبتعدون مسافة 50 مترا على الأقل، ومن ثم نقله إلى عبر الناقلات إلى المصنع. بعد التفجير يأتي دور شاحنات التحميل. تنقل الصخور الكلسية إلى شاحنات تخزين سعتها 50 طنا، ثم تنقل الشاحنات حمولتها إلى مصنع الإسمنت المجاور. في المصنع تفرغ الشاحنات الصخور فيما يسمى آلة السحق الأولية، ويمكن عند وصوله إلى المصانع تقلص آلة السحق الأولية حجمها إلى نحو حجم كرة. يتم وضع الحجر كي لا يتطاير الغبار ويحط على المزلقة مجموعة من الطواحين حسب الطريقة المستخدمة. إذا كانت الطريقة الرطبة أو الطريقة الجافة، وعبرها يتم تكسير هذه الأحجار إلى أحجار صغيرة. تسحق الصخور المحتوية على كميات كبيرة وصغيرة من كربونات الكالسيوم كل على حدة. الآن حان يتم مزجه. تختلف النسبة بحسب نوع الإسمنت الذي يصنعونه. هذه الآلة العلوية المسماة معتقة تكدس الكميات المطلوبة ويسمون هذا المزيج الخام. أيضا ثم داخل آلة استصلاح المزيج الخام في آلة طحن تسمى مطلمة. إضافة إلى المعادن الموجودة طبيعيا في الصخور المسحوقة، يزيد المصنع معادن أخرى مثل السلك والحديد. تتطلب أيضا بعض أنواع الإسمنت إضافة أكسيد الألومنيوم. تمزج المطلوبة المكونات وتطحنها بانتظام منتجة مسحوق صخور جافا يسمى الدقيق الخام. بعدها يتم إدخال المسحوق إلى آلة تسخين أولي تكون حرارة ثم يتم تعبئة الخليط وبعد 40 ثانية بخزانات 10 أضعاف. يطلق هذا عملية انصهار المعادن التي تتصلب لاحقا إن خلطت بالماء. إن آلة ثم تمريره بما يسمى أداة بالوميض درجة حراره في 5 ثواني يزال 95% من ثاني أكسيد الكربون من المسحوق أقلاها بتفاعل كيميائي. هذا التفاعل يعزل الكلس وهو أهم في الإسمنت.
ثم ينتقل درجة مئوية، وهو فرن أسطواني. ونلاحظ أن هذا الفرن يكون مائلاً من الأعلى على مسافة 94 متراً، يدور الأتون دورتين في الدقيقة للحرص على أن المواد درجة حرارة في البداية قليلة ثم تزداد كلما مر حين تبلغ درجة الخليل. حرارة المسحوق الذي يقترب منها حتى تتكون في نهايته كور تسمى بكور خبث الفحم الكلين. حين يخرج خبث الفحم تخفض مراوح كبيرة حرارته ما بين 60 يتم تبريدها مئوية. من المهم تبريده بسرعة للحصول على تبريد هذه الكور جيدة. بعد إذن ينقل إلى زاوية التخزين. تسمى المرحلة الأخيرة التجليخ الإنجازي. يضيف العمال بعض الجز إلى خبث وطحنها، وتختلف الكمية المحددة بحسب نوع الإسمنت الذي يصنع. يؤخر الجز مدة تصلب الإسمنت ويجب أن لا تزيد نسبة الجبس قبل أن يتصلب. تسمى مطاحن الإسمنت مطاحن بكرات لأنها تحتوي على كرات معدنية حتى لا يسبب مطحنة منها نحو 150 مشاكل طنة. بينما تدور المطحنة تسحق الكرات وتطحن خبث الفحم والجص طحنا دقيقا في الخرسانة. نلاحظ أن الطواحين هنا عبارة عن كور، وأحبتي السلامة المستوى الثاني لديكم هوم ويرك وواجب منزلي بسيط، أرجو منكم حله وتسليمه إلى منسق الدفعة وجزاكم الله خيرا. أستاذ أبو العز سعيد محمد حسن.